صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الأعمال مثل الكرم وحسن الخلق مع الناس وغيرها نحب فيها الثناء والسمعة الطيبة، فهل ذلك من النفاق وكيف نتخلص من ذلك؟ ينقص من أجر إذا كان عندك نية صالحة وعندك محبة لكذا من المال أو من الثناء، فهذا ينقص من أجرك وينقص من إخلاصك. نعم.